الو، تعرف مراحيض؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا بالإيمان وعقولنا بالعلم والمعرفة. أذكر بما درسناه في الحصة الماضية، إذا ما زلنا في الفصل الأول. درسنا طبعا المجموعات، درسنا مجموعة الأعداد الطبيعية، ثم انتقلنا إلى مجموعة الأعداد الكلية، مجموعة الأعداد الصحيحة، ثم العمليات على هذه المجموعات من انتماء وتقاطع واتحاد. رأينا أيضا كيفية كتابة عناصر المجموعة، رأينا طريقة الصفة المميزة، ثم انتقلنا إلى طريقة التسلسل النمطي، وطبعا جبر المجموعات مثل ما ذكرت منذ قليل، الاتحاد والتقاطع. ثم انتقلنا إلى المجموعة الشاملة. رأينا أن المجموعة الشاملة هي مجموعة تضم جميع المجموعات الجزئية، ورأينا الخصائص المجموعة الشاملة، وانتقلنا إلى أشكال فن حتى نعبر عن هذه المجموعات. وقمنا أيضا بعدة تمارين رأينا فيها تعبير عن المجموعات والخواص الحسابية لمجموعة الأعداد الصحيحة. في هذه الحصة سوف ننتقل إلى اختبارات قابلية القسمة، الأعداد الأولية، العوامل الأولية، القاسم المشترك الأكبر، المضاعف المشترك الأصغر، مجموعة الأعداد النسبية، الكسر العشري، والعلاقة بين النسبة المئوية والعدد العشري والكسري. إذن آمل أن تكونوا قد تمكنتم مما رأيناه في الحصة الماضية، وطبعا لابد علينا أن نرجع إلى الكتاب المعتمد والحلقات المرئية المسجلة. زيادة إلى ذلك، هذه الحلقات الحية تمكنكم إن شاء الله من استيعاب ما تبقى من مقرر، يعني الشيء الذي لم تستوعبوه من خلال الحلقات المرئية والكتاب، يمكنكم أن تكتبوا تساؤلاتكم سواء في مباشرة أثناء اللقاء الحي، أو تكتبوا تساؤلاتكم في منتدى الأسئلة الموجود عندكم على النظام. إذا نمر الآن إلى اختبارات قابلية القسمة. آمل أن يكون الصوت يعني يصل إليكم بوضوح. هل يصل الصوت؟ آمل أن تكتبوا يعني على النظام حتى يتبين لي. أوكي، ممتاز.
إذن قابلية القسمة على الأعداد. طبعا في الاختبار النهائي لكم الحق أن تستخدموا الآلة الحاسبة، فطبعا أي عدد يمكن أن يكون أمامكم يكفي أن تكتب العدد وتقسمه على العدد الذي يعني مطلوب. فمثلا قابلية القسمة على 2، لو نأخذ بالآلة الحاسبة ونكتب 15 تقسيم 2 فإننا نتحصل على عدد غير صحيح، فإن هذا العدد 15 لا يقبل القسمة على 2. ولكن هناك قواعد في الحقيقة يمكن استخدامها لمعرفة قابلية القسمة على أي عدد ممكن. سنبدأ بقابلية القسمة على 2. كل عدد صحيح رقم آحاده ينتهي بأحد الأرقام التالية 0, 2, 4, 6, أو 8 فهو يقبل القسمة على 2. مثال على ذلك العدد 250 يقبل القسمة على 2 لأن رقم آحاده 0. 462 يقبل القسمة على 2 لأن رقم آحاده 2. 1704 رقم آحاده 4 يقبل القسمة على 2. 3506 رقم آحاده 6 يقبل القسمة على 2. والعدد الأخير 14518 رقم آحاده 8 يقبل القسمة على 2. لو آخذ عدد ثاني مثلا 253 هل يقبل القسمة على 2؟ أمل الإجابة على النظام 253 هل يقبل القسمة على 2؟ هل يقبل القسمة على 2؟ طبعا لا. لماذا؟ لأن رقم آحاده هو 3 وليس عددا من الأعداد التي رأيناها 0, 2, 4, 6, أو 8. نمر الآن إلى القسمة على العدد 3. كل عدد صحيح مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3 فهو يقبل القسمة على 3. لنأخذ مثال على ذلك 3506 3 زائد 5 8 8 زائد 0 يساوي 8 8 مع 6 يساوي 14. 14 لا يمكن أن نقسمها على 3 إذن العدد 3506 لا يقبل القسمة على 3. لو أخذ مثال ثاني 3561 أجمع جميع الأرقام 3 زائد 5 8 8 زائد 6 14 مع 1 يساوي 15. 15 هو عدد يقبل القسمة على 3 لأن 15 على 3 يساوي 5. إذن العدد 3561 يقبل القسمة على 3. هذه هي يعني بالنسبة للقاعدة القسمة على العدد 2 والقسمة على 3. نمر الآن إلى القسمة على 4. كل عدد صحيح مجموع أرقام آحاده وعشراته يقبل القسمة على 4 فهو يقبل القسمة على 4. مثال ذلك 916 رقم الآحاد هو 6 ورقم العشرات هو 1. 6 مع 1 يساوي 7. 7 لا تقبل القسمة على 4 إذن 916 لا يقبل القسمة على 4. العدد الثاني 8362 رقم آحاده 2 ورقم عشراته هو 6. 2 زائد 6 يساوي 8. 8 يمكن أن نقسمها على 4 إذن 8362 تقبل القسمة على 4. قابلية القسمة على 5. كل عدد صحيح رقم آحاده ينتهي بالأرقام التالية 0 أو 5 فهو يقبل القسمة على 5. مثال ذلك 250 يقبل القسمة على 5. لماذا؟ لأن رقم آحاده هو 0. 465 رقم آحاده 5 إذن هو يقبل القسمة على 5. 175 رقم آحاده 5 إذن يقبل القسمة على
خمسة. لو أخذ 254 هل يقبل القسمة على خمسة؟ 254 هل يقبل القسمة على خمسة؟ أمل الإجابة على النظام. ولا أحد يجيب. 254 هل يقبل القسمة على خمسة؟ 254 هل يقبل القسمة على خمسة؟ الأخ عبد العزيز قال نعم. لماذا يا أخ عبد العزيز قلت نعم؟ احنا قلنا بالنسبة للقابلية القسمة على خمسة لابد أن يكون رقم آحاده صفر أو خمسة. رقم الآحاد هون هو أربعة. رقم الآحاد هو أربعة. سأكتب هون رقم الآحاد هو أربعة. إذن هل يقبل القسمة؟ لا يقبل القسمة على أربعة على خمسة. لا يقبل القسمة على خمسة. مفهوم؟ طيب نمر الآن إلى قابلية القسمة على ستة. كل عدد صحيح يقبل القسمة على اثنين وعلى ثلاثة في آن واحد فهو يقبل القسمة على ستة. يعني إذا كان لدينا عدد فيجب علينا أن نتثبت أولا هل يقبل القسمة على اثنين ثم هل يقبل القسمة على ثلاثة. إذا كان يقبل القسمة على اثنين ويقبل القسمة على ثلاثة إذن فهو يقبل القسمة على ستة. مثال على ذلك 4250 يقبل القسمة على اثنين ومجموع أرقامه 11 لا يقبل القسمة على ثلاثة. فالعدد 4250 لا يقبل القسمة على ستة. 5358 يقبل القسمة على اثنين ومجموع أرقامه 12 يقبل القسمة على ثلاثة. فالعدد 5358 يقبل القسمة على ستة. هذه هي قاعدة قابلية القسمة على ستة. نمر الآن إلى قابلية القسمة على سبعة. نقوم بالعملية التالية حتى نعرف إن كان العدد قابلا للقسمة على سبعة أم لا. أولا نحذف رقم الآحاد من العدد ثم نطرح ضعفه من العدد الجديد ونكرر العملية حتى نحصل على عدد متكون من رقمين. مثال ذلك 418 ماذا سنفعل؟ سنحذف رقم الآحاد اللي هو ثمانية. ماذا تبقى لنا؟ تبقى لنا 41. نطرح 16 اللي هو ضعف الثمانية من العدد المتبقي 41. 41 ناقص 16 يساوي 25. 25 غير قابل للقسمة على 7. إذن 418 لا يقبل القسمة على 7. هذا هو كيفية يعني التثبت من قابلية القسمة على 7. يعني لا بد علينا أن نقوم بحذف رقم الآحاد ثم نطرح ضعفه من العدد الجديد ونعيد أو نكرر العملية حتى نحصل في الأخير على عدد متكون من رقمين. المثال الذي أخذناه هو مثال بسيط متكون من ثلاثة أرقام. عندما نحذف العدد ثمانية يتبقى لنا عدد من رقمين. مثال ذلك الآن 651. إذن هون قلنا قابلية القسمة على سبعة. ناخذ 651 نطرح أو نمسح العدد واحد ماذا يتبقى لنا؟ 65. 65 نطرح اثنين من العدد المتبقي. نحذف اثنين من العدد المتبقي. طبعا اثنين من أين أتينا بها؟ هو ضعف الواحد. منذ قليل
حذفنا ضعف الثمانية هو كام؟ هو 16. الآن ضعف الواحد هو 2، إذا 65 نطرح منه العدد 2 نحصل على 63. 63 هو قابل للقسمة على 7، إذا 651 ويقبل القسمة على 7. طبعا 63 على 7 تقسيم 7 يساوي 9، إذا 651 يقبل القسمة على 7. نمر إلى المثال الموالي اللي هو متكون من 4 أرقام. نحذف العدد الآحاد هو 6، العدد المتبقي 497. نطرح منه ضعف 6 اللي هو 12. 497 ناقص 12 يساوي 485. ماذا سنفعل الآن؟ نحذف العدد 5 ونطرح ضعف عدد 5 من العدد المتبقي اللي هو 48. إذن 48 ناقص 10 يساوي 38. 38 لا يقبل القسمة على 7، إذن في النهاية 4976 لا يقبل القسمة على 7. نمر إلى قابلية القسمة على 8. يقبل العدد الصحيح القسمة على 8 إذا كان العدد المكون من رقم الآحاد والعشرات والمئات من مضاعفات 8. طبعا لابد يكون عندنا الثلاث أرقام الأخيرة، عندك الآحاد والعشرات والمئات. إذا كان رقم الآحاد 8 ورقم العشرات 0 ورقم المئات 0 فإن العدد يقسم على 8. إذا كان 0 ثم 16 فإن العدد هذا يقبل القسمة على 8. ثم هذه 24 32 إلى يعني أن نواصل من مضاعفات العدد 8. مثال ذلك 14064 يقبل القسمة على 8. لماذا؟ لأن عندنا الثلاث أرقام الأخيرة على اليمين متكونة من 064 وهي من مضاعفات العدد 8، إذن هذا العدد يقبل القسمة على 8. 223,218. يجب أن ندقق في الثلاث أرقام الأخيرة 918. نقوم بعملية القسمة على 8، نجد أنه يوجد باقي 6، إذن العدد هذا لا يقبل القسمة على 8. قابلية القسمة على 9، طبعا يقبل القسمة على 9 إذا كان مجموع أرقامه تقبل القسمة على 9. مثال ذلك 25942. نجمع الأرقام 2 زائد 5 7، 7 زائد 9 16، 16 زائد 24، 20 زائد 2 يساوي 22. 22 المجموع هذا لا يقبل القسمة على 9، إذن العدد 25942 لا يقبل القسمة على 9. لو نأخذ عدد ثاني الآن 24561 ونجمع الأعداد هذه، الأرقام هذه نجمعها نجد أن المجموع يساوي 18، 18 هو من مضاعفات 9، إذن العدد يقبل القسمة على 9. قابلية القسمة على 10، كل عدد رقم آحاده صفرا يقبل القسمة على 10. قابلية القسمة على 11، هذا يمكن شرحه من خلال مثال. نبدأ من اليسار إلى اليمين، نأخذ العدد من اليسار، آخر عدد على اليسار هو 3. 3 نطرح منه العدد الذي يليه 0، ثم نضيف له العدد الذي يليه 5، ثم نطرح العدد 6، ثم نضيف العدد 8، ثم نطرح العدد 1، ثم نضيف العدد 2. إذا نبدأ بآخر عدد ثم نطرح ثم نضيف إلى غير ذلك، نجد الناتج 11. إذن العدد هذا يقبل القسمة على 11. لماذا؟ لأن الناتج وجدناه من مضاعفات العدد 11. نأخذ العدد الثاني 92400. 9 ناقص 2 7، 7 زائد 4 يساوي 11، 11 ناقص 0 يساوي 11، زائد 0 يساوي 11. إذن
هذا نتحصل على رقم 11 إذا العدد يقبل القسمة على 11. هذا يعني بعجالة كيفية معرفة قسمة الأعداد على العدد 2 3 4 5 إلى أن وصلنا إلى العدد 11. ولكن للاختصار يمكن للطالب أن يستخدم الآلة الحاسبة ويعرف طبعا هل أن هذا العدد يقبل القسمة أم لا. إذا وجد العدد صحيحا فهو يقبل القسمة، وإذا وجد العدد بالفاصلة أو عدد كسري فإنه يعني لا يقبل القسمة على ذلك العدد. نمر الآن إلى شيء مهم جدا وهو الأعداد الأولية. الأعداد الأولية ليكن P عددا طبيعيا، عددا طبيعيا أكبر من العدد واحد، عدد يعني ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية، ومجموعة الأعداد الطبيعية تبدأ من 1 2 3 4 إلى غير ذلك. ولكن قلنا هون بأن البي هذا لابد أنه يكون مخالفا للواحد. يسمى العدد هذا بي عددا أوليا إذا كان لا يقبل القسمة إلا على نفسه أو الواحد الصحيح والواحد الصحيح. والمجموعة الأعداد الأولية يمكن أن نكتبها دي، وبعدين عندنا تحت بي تساوي بين الأقواس الحاضنة نكتب زائد أو ناقص واحد ثم فاصلة زائد أو ناقص هذا العدد بي. مثال للأعداد الأولية، العدد 2 هو يقبل القسمة إما على 1 أو سالب 1، ويقبل القسمة على 2 أو سالب 2، إذن هو عدد أول. العدد 3 أيضا هو عدد أول. العدد 5، العدد 7، العدد 11، كل هذه الأعداد المكتوبة أمامكم هي أعداد أولية يمكن قسمتها على نفسها أو على الواحد الصحيح فقط. لو نأخذ العدد 4 مثلا، 4 ليس بعدد أولي. لماذا؟ لأن 4 يمكن أن نقسمها على 1 أو سالب 1، ويمكن نقسمها على 2 أو سالب 2، ويمكن نقسمها على 4 أو ناقص 4. إذن هذا العدد 4 ليس بعدد أولي لأنه يمكن قسمته على العدد 2 أو سالب 2. طيب نمر الآن إلى العوامل الأولية للأعداد الصحيحة. العوامل الأولية للأعداد الصحيحة، كل عدد صحيح يمكن تحليله إلى حاصل ضرب أعداد أولية تسمى عوامله الأولية. سأبدأ بالمثال الأول، العدد 12، وسنبحث عن عوامله الأولية. حتى نكون عمليين أطلب منكم أن تأخذوا ورقة وقلم أو الدفتر وقلم، وتكتب العدد 12 ثم تسطر سطرا عموديا بجانب العدد 12. طيب العدد 12 الآن نحاول أن نقسم العدد على أصغر عدد ممكن. أول شيء طبعا خلاف الواحد، 12 نقسم على 2، الناتج يساوي 6. نكتب 6 تحت العدد 12 مثل ما هو مكتوب عنده. الناتج الذي وجدناه نحاول قسمته من جديد على 2، إذا لم نتمكن من 2 نجرب 3 وهكذا. إذا كنا نعرف ما هي الأعداد التي يمكن أن نقسم بها العدد 6 خلاص. إذن 6 تقسيم 2 يساوي 3، ثم 3 تقسيم 3 يساوي 1. ونبدأ الطلاب والطالبات أنه عندما نحلل العدد إلى عوامله الأولية فإننا نبدأ دائما بالعدد الذي يقسمه العدد أدنى عدد ممكن. يعني لا يمكن أن نكتب مباشرة 6 تقسيم 3 وبعدين 2 وبعدين 2 تقسيم 2 يساوي 1، لا، نبدأ 6 تقسيم 2. هنا من العدد الأصغر ممكن. إذن هذا بالنسبة للعوامل الأولية للعدد 12. كيف يمكن كتابته؟ إذن 12 يساوي 2 ضرب 2 ضرب 3، أو باختصار يمكن كتابتها 2 قس 2 ضرب 3. نمر الآن إلى المثال الثاني،
العوامل الأولية للعدد 50. نبدأ 50 تقسيم 2 يساوي 25. طيب 25 هل يمكن قسمته على 2؟ لا. هل يمكن قسمته على 3؟ لا. هل يمكن قسمته على 4؟ لا. إذن يمكن قسمته على 5. نكتب 25 تقسيم 5 ونكتب الناتج تحت الخمسة. بعدين الخمسة طبعا رأيناه أنه عدد أولي لا يمكن قسمته إلا على 5 أو 1، إذن نقسمه على 5. إذن تحليل العدد 50 إلى عوامله الأولية هو يساوي كم؟ يساوي 2 ضرب 5 ضرب 5 يساوي 2 ضرب 5 ضرب 2. ممتاز. نمر إلى العوامل الأولية للعدد 42. 42 يقبل القسمة على 2. 42 على 2 يساوي 21. 21 نقسمها على 2 غير ممكن، على 3 نعم ممكن. 21 على 3 يساوي 7. 7 هو عدد أولي، إذا 7 تقسيم 7 يساوي 1. إذا نتوقف في النهاية عندما يكون لدينا الناتج الأخير هذا 1. هذه هي يعني تقسيم الأعداد إلى عواملها الأولية. هذه التقسيمات تمكننا من حساب القاسم المشترك الأكبر، القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر. إذا نمر إلى الفقرة الموالية وهي القاسم المشترك الأكبر. إذا كان لدينا عددين صحيحين فإن أكبر قاسم مشترك موجب بينهما يسمى القاسم المشترك الأكبر. يعني عندك عددين مثلا 24 و 30 وتريد أن تعرف ما هو القاسم المشترك الأكبر، كيف نفعل؟ ما هي طريقة الحل لإيجاد القاسم المشترك الأكبر لعددين صحيحين A و B؟ نحلل أولا العددين A و B إلى عواملهما الأولية، يعني نرجع إلى الشريحة الأولى هذه ونحلل كل الأعداد حسب عوامله الأولية، ثم نأخذ العوامل المشتركة ونوجد حاصل ضرب هذه العوامل. فنأخذ مثال على ذلك، أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 24 و 60. أولا نفعل ماذا؟ نحلل العدد 24 إلى عوامله الأولية. طبعا مثل ما قلت نأخذ القلم والدفتر ونكتب 24. طيب 24 هل يقبل القسمة على 2؟ نعم يقبل القسمة على 2. 24 تقسيم 2 يساوي 12. مع بعض يلا كل واحد يأخذ الدفتر ويأخذ القلم ويكتب 24 تقسم على 2 يساوي 12. 12 يقبل القسمة على 2 يساوي 6. 6 تقسيم 2 يساوي 3. 3 تقسيم 3 يساوي 1. إذن العوامل الأولية للعدد 24 هي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3. ونقوم بنفس العملية للعدد 60. نأخذ العدد 60 ونسطر سطر عمودي بجانب 60، بنقسم 60 على 2 يساوي كم؟ يساوي 30. 30 على 2 يساوي 15. 15 على 3 يساوي 5. 5 تقسيم 5 يساوي 1. إذن العوامل الأولية للعدد 60 هي 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 5. وترون الآن ما هي الأعداد التي تتكرر في العوامل الأولية للعدد 24 والعوامل الأولية للعدد 60، وهون بالألوان باللون الأحمر. إذن 2 ضرب 2 ضرب 3 هذا هو القاسم المشترك للعددين 24 و 60. إذن القاسم المشترك هو 4 ضرب 3 يساوي 12، القاسم المشترك الأكبر. نأخذ تمرين، أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين سالب 20 وسالب 32. يلا أطلب منكم الآن أن توجدوا هذا القاسم المشترك الأكبر، يلا بسرعة كل واحد على الدفتر بتاعه، عندنا دقيقة أو دقيقة ونصف لحل هذه المسألة. يلا بسرعة بسرعة، ما هو القاسم المشترك الأكبر للعددين 20 وسالب 20 وسالب 32 بسرعة؟
لم يتوصل ولا أحد منكم؟ أنتظر ولا نمر؟ طيب أنتظر، يلا أختفنا بسرعة، يلا. البقية يعني أريد منهم المشاركة، يعني المسائل هذه هي سهلة ويمكن للطالب يعني إذا كانت موجودة في الاختبار يتحصل على العدد الكامل لهذه الأسئلة. أوجدتم بعد؟ القاسم المشترك هو العدد ده 2 بس. طيب نشوف، يلا. سالب 20 نخلي السالب برا. كيف نحدد العوامل الأولية للعدد 20؟ ناخذ القلم ونكتب 20 ونسطر سطر عمودي. 20 تقسيم 2 يساوي 10، 10 تقسيم 2 5، 5 تقسيم 5 يساوي 1. إذن العدد 20 عوامله الأولية هو ماذا؟ هو 2 ضرب 2 ضرب 5. ناخذ الآن العدد 32 والسالب خليه برا لا يهم، بنقسمه على 2 يساوي كام؟ 16 تقسيم 2 يساوي 8، 8 تقسيم 2 يساوي 4، 4 تقسيم 2 يساوي 2، و2 تقسيم 2 يساوي 1. إذن العوامل الأولية للعدد 32 كما ترون على الشاشة هي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2. ما هي العوامل المشتركة؟ هي 2 ضرب 2. إذن القاسم المشترك الأكبر هو 2 ضرب 2 يساوي 4. السالب لا يحسب، نعم السالب لا يحسب، واضح؟ نأخذ الآن المثال الثاني، سالب 42 و28 بنفس الطريقة. السالب خليه برا القوس، نحلل العدد 42. العدد 42 أكتب 42 على الورقة وأسطر سطر عمودي. طيب 42 تقسيم 2 كام؟ 21. 21 تقسيم 3 يساوي 7، 7 تقسيم 7 يساوي 1. إذن العوامل الأولية للسالب 42 هي سالب قوس مفتوح 2 ضرب 3 ضرب 7. ممتاز، نعم. 28 أكتب 28 وأسطر سطر عمودي وأحلل العدد 28 يساوي 2 ضرب 2 ضرب 7. ما هي العوامل المشتركة؟ هي 2 ضرب 7. إذن القاسم المشترك الأكبر هو العدد 14 وليس 21. 2 ضرب 7 يساوي 14، واضح؟ طيب نمر الآن إلى المضاعف المشترك الأصغر. إذا كان لدينا عددين صحيحين فإن أصغر مضاعف مشترك موجب بينهما يسمى المضاعف المشترك الأصغر. لإيجاد المضاعف المشترك الأصغر لعددين صحيحين نحلل العددين إلى عواملهما الأولية، ثم نأخذ العوامل المشتركة زي القاسم المشترك الأكبر، ولكن الآن نكمل بالعوامل المتبقية، نكمل بالعوامل المتبقية في عملية ضرب هذه العوامل. نأخذ مثال، أوجد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 24 و30. 24 حللناه منذ قليل، إيش اللي نكررها أخت أفنان؟ إيش اللي نكررها؟ طيب 24 نحللها إلى عواملها الأولية، 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3. 30 يساوي 2 ضرب 3 ضرب 5. ما هي العوامل المشتركة؟ هي ملونة باللون الأحمر، ترونها باللون الأحمر أم لا؟ هي 2 ضرب 3. ثم نكمل بالأعداد المتبقية للعدد الأول والعدد الثاني. إذن نأخذ العوامل المشتركة 2 ضرب 3 ثم نكمل 2 ضرب 2 ضرب 5. إذن المضاعف المشترك الأصغر هو 120. نأخذ مثال على ذلك، ما هو المضاعف المشترك الأصغر للعددين سالب 20 وسالب 36؟ سالب 20 خلي السالب برا القوس،
كيف نحلل العدد 20؟ تماما مثل ما رأينا في السابق، تكتب 20 تسطر سطر عمودي، 20 تقسيم 2 يساوي 10، 10 تقسيم 2 يساوي 5، 5 تقسيم 5 يساوي 1. إذن العوامل الأولية للعدد 20 هي 2 ضرب 2 ضرب 5. نبحث عن العوامل الأولية للعدد 36، هي 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3. ما هي العوامل المشتركة؟ هي باللون الأحمر هون. نكتب إذن 2 ضرب 2، ثم نكمل بالأعداد المتبقية، 3 ضرب 3 ضرب 5. إذن المضاعف المشترك الأصغر هو العدد 108. آمل أن تكونوا قد تمكنتم من القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر. ممتاز، 108. أوكي، نمر الآن إلى مجموعة الأعداد النسبية. يعني إحنا عندنا ما شاء الله من المعلومات اليوم، فلابد علينا أن نسرع قليلا. أريد منكم المثابرة وطبعا الاستعداد للحلقة الحية بعدما يعني شاهدتم الحلقات المرئية، وطبعا تصفحتم الكتاب وقمتم بحل بعض الأمثلة وقراءة يعني التعريفات وطرق الحل. نحن هنا طبعا، أنت تسألي من الآن في شيء محذوف بالكتاب، ليش؟ بعدين في آخر الترم سوف نحذف، لكن الآن أنا عليكم أن يعني تتمكنوا منه. نبدأ بمجموعة الأعداد النسبية. مجموعة الأعداد النسبية هي الكيو. الكيو هذا طبعا سوف نقوم بتعريف باستخدام الصفة المميزة، هي كل عدد يكتب على النحو التالي: M تقسيم N، حيث أن M و N هي أعداد صحيحة وأن N مخالفة للصفر. طبعا خصائص الأعداد النسبية، وهي نقول لها أعداد كسرية، يمكن أن نقوم بعملية الجمع والطرح، يمكن أن نقوم بعملية الضرب، ويمكن أن نقوم بعملية القسمة، ويمكن أيضا أن نتحقق من صحة العبارة النسبية. طبعا عملية الجمع والطرح تتطلب منا يعني البحث عن المقام الموحد، المقام الموحد، مثل ما عندكم هون في المثال هذا: A على B زائد أو ناقص C على D يساوي A ضرب D زائد أو ناقص C ضرب D، كلها تقسيم B ضرب D. إذا كان الضرب أضرب البسط في البسط وأقسم المقام ضرب المقام، ما فيها أي إشكال. بالنسبة للقسمة يعني يكفي أن نأخذ ما كتب في البسط من عدد النسبي ونضربه في مقلوب العدد النسبي اللي موجود في المقام. للتحقق من صحة العبارة النسبية يكفي أن نقوم بعملية المقص. طريقة المقص هو أن نضرب A ضرب D وهل تساوي B ضرب C. إذا كانت متساوية نقول إن العبارة صحيحة، وإذا كانت مختلفة نقول إن العبارة خاطئة. سوف نبدأ بالمقارنة. طبعا يعني العملية سهلة جدا، سواء كان مساواة أو أكبر أو أصغر، فالعملية دائما تقوم بعملية المقص. سنأخذ أمثلة على ذلك. أوجد قيمة كل ما يلي: 2 ضرب 14 على 25. يلا خذ الآلة الحاسبة واحسب. يلا كل واحد منكم يأخذ الآلة الحاسبة ويحسب. أنا سأخذ الآلة الحاسبة معكم. يلا 2 ضرب، وتضغط على بسط مقام عندك في الآلة الحاسبة، بسط مقام. في البسط سنكتب 14 وفي المقام سنكتب 25، ثم نضغط على يساوي. كم سنجدها؟ 28 على 25. 28 على 25. نمر إلى المثال الثاني. سنكتب سالب 4 بالآلة الحاسبة، ثم نكتب ضرب، لا تنسى كلمة ضرب، بعدين اكتب بسط مقام. بسط مقام، اضغط على الزر، بسط مقام موجود على الجهة اليسرى قبل الأخيرة بالنسبة للأزرار اللي موجودة في الآلة الحاسبة، وتكتب في البسط 5 وتنزل بالكرسر هذا تحت تكتب 3 وتضغط على يساوي. كم ستجدها؟
سالب 20 على 3. طيب نمر إلى المثال اللي بعده، 2 ضرب 14 تقسيم سالب 6، كم سنجدها؟ طبعا سالب 28 على 6، سالب 28 على 6، وسالب 28 على 6 تساوي كم؟ تساوي 14 على 3، سالب 14 على 3. نمر الآن إلى عملية الجمع، نمر إلى عملية الجمع، إيش اللي 20 على 3؟ ما هي 20 يا أخت أفنان؟ ما هي 20؟ 2 ضرب 14 على سالب 6، أجاب على السؤال الأول، السؤال الأول 28 على 25، كيف 20 على 3؟ 28 على 25. طيب نمر الآن إلى السؤال اللي بعده، 3 على 5 زائد 9 على 2. خذ الآلة الحاسبة، اكتب بص مقام، اكتب 3 في البص و5 في المقام، تطلع من البص مقام ثم زائد، بص مقام مرة ثانية 9 والمقام 2، ثم اضغط على يساوي، 18 من 10. كيف 18 من 10؟ يعطيك 51 على 10 مو 18. فاهمين ولا مو فاهمين؟ أنا قلت لكم خذ الآلة الحاسبة، خذ الآلة الحاسبة، لا يهم، الحين فهمت. أوكي ممتاز، انتبهوا جيدا، خذ الآلة الحاسبة وطبق معي مباشرة. طيب نمر إلى المثال الرابع، المثال الخامس عفوا، 5 اكتب 5 بالآلة الحاسبة، ثم ناقص بص مقام، اكتب في البص 4 وفي المقام 3، ثم اضغط بالآلة الحاسبة يساوي، كم يعطيكم؟ 900 بسرعة، هي 11 على 3، 11 على 3. المثال الأخير 3 زائد بص مقام 1 تقسيم 2 يساوي 7 على 2، 7 على 2. طبعا لديكم الأمثلة موجودة هون والحلول موجودة طبعا في هذا الصفحة الموالية. نمر الآن إلى التمرين الثاني، أي من العبارات النسبية التالية صحيحة؟ هل الأولى صحيحة؟ يلا نبدأ بالأولى، كيف نتثبت منها؟ هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ بسرعة بسرعة، لم يتبقى لنا الكثير من الوقت، نعمل إيه؟ سالب 5 نضربها في 4، سالب 5 ضرب 4 يساوي كام؟ سالب 20، 2 ضرب سالب 10 يساوي سالب 20، سالب 20 يساوي سالب 20، إذن العبارة الأولى هي صحيحة. العبارة الثانية الآن، 2 على 3 هل تساوي 6 على 9؟ نجرب، 2 ضرب 9 18، 3 ضرب 6 18، 18 يساوي 18، إذن العبارة صحيحة. المثال الثالث، 1 على 2 هل تساوي 5 على 15؟ 1 ضرب 15 يساوي 15، و2 ضرب 5 يساوي 10، إذن العبارة خاطئة. ممتاز، نمر إلى المثال الموالي، سالب 25 ضرب سالب 4، سالب 25 ضرب سالب 4 يساوي 100، و20 ضرب سالب 5 يساوي سالب 100، إذن سالب لا ليست بصحيح، هذه 100 والأخرى سالب 100، 100 هي غير سالب 100 مخالفة، إذن العبارة هذه خاطئة. 9 ضرب 9 18، 18 هل تساوي 55؟ لا، إذن العبارة هذه خاطئة. 4 ضرب 15 يساوي 60، و20 ضرب 3 يساوي 60، إذن العبارة صحيحة. وهذه هي الإجابات عندكم على هذا هذه الشريحة. طيب تمرين عدد 3، ضع المقادير التالية في أبسط صورة ممكنة، يعني سوف نقوم باختزال. ايه عفوا، 9 ضرب 9 كام؟ 9 ضرب 9 يساوي 81، 9 ضرب 9 يساوي 81،
81 وهذه 5 ضرب 11 كام؟ 55. واضح أخت فنان؟ أخت درع؟ أو أستاذ درع؟ ما سمعتك. 9 ضرب 9 81 و5 ضرب 11 يساوي 55، إذن مختلفة. طيب التمرين عدد 3 هو يطلب منا ضع المقادير التالية في أبسط صورة، في أبسط صورة. خذ الآلة الحاسبة، يلا خذ الآلة الحاسبة بسرعة 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 بسرعة، بقيت دقيقة. اكتب بسط مقام الآن، بسط مقام بسرعة. بسط مقام ماذا اشتركتم في البسط؟ 14. في المقام ماذا؟ 3. نطلع من البسط مقام ونضغط الزر في، واكتب بسط مقام مرة ثانية واكتب 24، وفي المقام اكتب 7، ثم اضغط على يساوي، كم يديني؟ 16. واضح يا شباب؟ اذا تكملون هذه الامثلة باستخدام الآلة الحاسبة. طيب لو ناخذ الان 4 على 24، خذ الآلة الحاسبة يلا اخر تمرين، 4 على 24، اكتب بسط مقام 4 وتحت 24 واكتب يساوي، كم سيعطيك؟ 1 على 6. طيب مجموعة الأعداد النسبية أو الكثافة الأعداد النسبية، سأرجئ هذه الكثافة وما تبقى من هذه الشرائح إلى الحصة القادمة. آمل أن تكونوا قد استوعبتم ما رأيناه اليوم. أريد منكم يعني أن تعيدوا هذه التمارين، وأنا سأرسل لكم هذه الشرائح، والحصة القادمة يوم السبت إن شاء الله سوف أرجع وأكمل هذه كثافة الأعداد النسبية وما تبقى من شرائح يعني بالنسبة لهذا اللقاء الحي. طبعا لديكم جدول اللقاء الأسبوع هذا، نكمل إن شاء الله يوم السبت. عليكم بقراءة صفحات الكتاب من 58 إلى 81. عندكم الجدول الزمني لتنفيذ المقرر، عندكم ولا ما عندكم؟ أنا وضعته على النظام، إذن على كل واحد منكم أن يقوم بطباعة هذا الجدول حتى يعرف ماذا ندرس في كل حلقة وما هي المحاضرات المرئية التي يجب مشاهدتها. إذن بالنسبة للمرة القادمة إن شاء الله يوم السبت، المطلوب منكم أن تقوموا بقراءة الكتاب من صفحة 58 إلى 81 ومشاهدة المحاضرات المرئية من المحاضرة 11 إلى المحاضرة 13. دمتم بخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.